الأشياء التي تجمع بيننا نحن البشر هي غيرتنا على كوكبنا وخوفنا على كائناته ومخلوقاته. إن إيسلندا واحدة من بين البلدان التي قد تعطينا دروساً مفيدة حول علم البيئة. لقد فهم الإيسلنديون أن بقاءهم يتوقف على قدرتهم على حماية طبيعتهم الجميلة التي تمتاز بها جزيرتهم، وعلى التقليل من انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري. فإذا كانوا قد وجدوا منذ مدة كيف يستدفئون اعتماداً على الطاقة الحرارية الجوفية والكهربائية، فإنهم بحاجة إلى حل مشكل آخر، مشكل التلوث. فرغم وعيهم الإيكولوجي القوي، يبقى الإيسلنديون من أكبر الملوثين العالميين، ذلك لامتلاكهم سيارتين لكل 3 أفراد. إلا أنهم بتوصلهم لصنع سيارة كهربائية وتخلصهم من سموم الغاز والبترول، وكونهم سيصبحون في أفق 2012 أول بلد مستقل الطاقة نقيها، يكونون قد بلغوا الحل الأمثل. This electric car can go 400 kilometers per charge. هذه السيارة الكهربائية يمكنها أن تقطع 400 كيلومتر بشحنة واحدة، وهذا لا يكلفني إلا 3 يورو. كما أنها سيارة سريعة، إنها مستقبل إيسلندا بل كل العالم. إن كنتم تسوقون سيارة كهربائية كهذه، فإنكم لن تنتجوا ثاني أكسيد الكربون، فطاقتها نقية. إن الطاقة بإيسلندا طاقة متجددة نقية وخضراء غير ملوثة، ما دام أن هذه السيارة موثوق بعملها وقوتها. ما سر هذه الأصالة وهذا التقدم المهول السريع؟ أهي الطبيعة الإيسلندية المتغيرة باستمرار؟ أهو انعزالها واحدة وسط المحيط؟ أتاريخها الدامي الحافل بالكوارث والمآسي؟ أم هو اعتقاد الإيسلنديين بالخوارق؟ لا يمكن الجزم بإحدى هذه الدوافع، فالحديث عن الأرواح يبدو غريباً، لكن الفكرة راسخة بأذهان الإيسلنديين حتى صارت جزءاً من حياتهم. إن زائر الجزيرة لا يكتشف أموراً غريبة في بلد الإلفات والأرواح القزمية، فأراضيها المتسعة شبه العارية التي يدفئها حر البراكين ويبردها قر الجليد، والتي تنيرها شمس منتصف الليل حيث يطفو إحساس بالغرابة، توحي بأن جواً روحانياً يلف المكان ويجعل جوفه يفرز لهيباً يذيب الأزمات، لتصبح إيسلندا من أرقى وأغنى وأجمل البلدان.